تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اول وصفة معايا، وهي الفلفل. هنعمله مشوي مع اللحمة والرز. عندي اول حاجة فلفل احمر حلو، عندنا الرز البسمتي، لحمة مفرومة، عندي جزر مبشور، بصل مكعبات صغيرة، عندنا الثوم المفروم، عصير الطماطم، بابريكا وجوزة الطيب مستكة مطحونة، عندي الريحان الباودر، اوريجانو، وكمان ملح وفلفل وبقدونس. وللصوص هنعمل دقيق وزبادي وملح وفلفل وزعتر وصفار البيض مع الثوم. اول حاجة عايزة اعملها ان انا اظبط كده الايه الحشوة بتاعتي، حشوة الفلفل. هنجيب هنا زيت وحط البصل والمستكة. المستكة لازم تتحط في الأول علشان بتدوب مع المادة الدهنية. الثوم، الملح والفلفل، والجزر، والخضرة بتاعتي، وبنقلبهم مع بعض كده تشويحة. بعد كده هنفل بالرز البسمتي المغسول بتاعنا، وبعد كده هشيلها من على النار وهضيف اللحمة المفرومة. كويس كده. وعصير الطماطم، وهزود رشة ملح ورشة فلفل، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وهجيب كل فلفلة وهحشيها الحشوة الجميلة بتاعتنا. نقفل كده عليها كويس ونحطها. مهم تبقى ايه، اقدر اقفلها باللي قدامها اهو كده. وهقوم مية وهدخلها الفرن تعالوا بقى نشوف بتطلع عاملة ازاي كده. وبتخش الفرن تاخد السوا. تعالوا بقى هنا اوريكم الصوص اللي هنعمله مع بعض. يلا، ثلاث صفار بيض، والزبادي اليوناني، والثوم، والزعتر، ودقيق كده، وملح وفلفل، والمية اللي هتطلع دي المية اللي طلعت من الفلفل بعد ما استوى كده. وبنقلب كده الصوص ده وادخلها الفرن.